ملعب المباراة، يقول لنا ماذا يحدث في ملعب المباراة. اتفضل يا فاروق. كل التحية ليك يا كابتن اسلام وللدكتور احمد ثابت ولكل مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الاهلي في كل مكان. وسط اجواء ودرجة حرارة اكثر من رائعة النهاردة، وصل فريق النادي الاهلي الى ملعب استاد الماكس لملاقاه فريق المصري. مستر ريني فايلر اعلن تشكيل للنادي الاهلي، محمد الشناوي حراسه المرمى، قدامه رامي ربيعه وايمن اشرف، احمد فتحي وعلي معلول، دوليا واليو ديانج، وليد سليمان وحسين الشحات وجونيور اجاي ومروان محسن. يعني خرج من القائمه كابتن اسلام حماد مجدي قفشه اللي كان اشتكى من كدمه في الركبه، فضل الجهاز الفني ان هو يريحه في هذا اللقاء، وايضا احمد الشيخ اللي كان اشتكى من نزله برد حاده يعني على فرها تم استبعاده من قائمه هذا اللقاء. ايضا وصل فريق المصري الارض الملعب، كان فيها نسام المحاضره الفنيه للمستر ريني فايلر، حرص ان هو يتكلم مع اللاعبين على اهميه اللقاء وضروره الفوز في هذا اللقاء، وعدم يعني الحديث اي مطلقا عن اي شيء يخص مباراه الزمالك والسوبر الا بعد مباراه المصري. بعد ما انتهت المحاضره كابتن اسلام، اللعيبه اجتمعت مع بعض لمده 3 أو 4 دقائق، يتكلموا ايضا على اهميه هذا اللقاء وتعهد اللاعبين ان شاء الله على استكمال مسيره الانتصارات والتركيز في هذه المرحله، مباراه المصري ثم مباراه الزمالك ثم مباراه الدوري امام الزمالك ثم مباراه صن داونز. كل التركيز يا كابتن اسلام بتشوفه في وجوه لاعبي النادي الاهلي. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ النهارده يعتبر اللي موقوف النهارده عن هذا اللقاء موجود مع اللاعبين وتحفيز للاعبين. ايضا يعني طاقم التحكيم اللي موجود في النهارده اللي في اداره هذا اللقاء، كابتن محمد الحنفي وهاني عبد الفتاح وخالد شعبان ومحمد صابر، نتمنى لهم بالتوفيق ان شاء الله ويكون مباراه مميزه يا كابتن اسلام. الناحيه التنظيميه يا كابتن اسلام، الملعب ما فيش ولا افضل ولا احلى من كده، الناحيه التنظيميه على اعلى ما يعني على افضل مستوى موجود سواء من افراد التنظيم الموجوده من الاسكندريه يا كابتن اسلام. الظروف مهيئه ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه قويه جدا وان شاء الله يكون فوز مستحق لفريق النادي الاهلي النهارده يا كابتن اسلام. ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح من ملعب المباراه. مقارنه ما بين مروان محسن ومحمود وادي مهاجم النادي المصري.